ودي القيم الرياضية الحقيقية. والقيم الرياضية الحقيقية اللي تجلت بالأمس في حفل تكريم رائع نظمته اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، دعت إليه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وحشد كبير من رموز الحركة الرياضية، كان بينهم الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق وصديق الدكتور حسن مصطفى طبعا أحد رموز الرياضة المصرية ورموز النادي الأهلي كمان. الحفل كان تكريما للدكتور حسن مصطفى، اللجنة الأولمبية المصرية منحته الرئاسة الشرفية مدى الحياة. تسابق الدكتور أشرف صبحي والمهندس أشرف هشام حطب والحضور في الكلام عن ما يستحقه الدكتور حسن مصطفى، جانب من هذا الحفل ثم الحديث عن هذه القيمة الرياضية الكبيرة المحتفى بها. بقول ان المفروض ان اللي بيعمل بيخرج عن الروح الرياضيه لازم يتبتر، مش ان هو بنقول يتبتر طبعا، لان ده طبعا خروج. احنا ما بنك الرياضه ما تعرفش اسماء، الرياضه ما تعرفش بوزيشن يعني مناصب، واخد بال حضرتك؟ لكن انا بقول اللي بيخرج عن النص بالروح الرياضيه اللي احنا اتعلمنا عليها ونعرفها وتربينا عليها، المفروض ان ده ما يبقاش موجود في الوسط ايا كان وايا يعني مين هو او بيمثل ايه. انا خايف على بلدي، خايف على مصر، خايف على الرياضه المصريه، خايف ان تحصل كارثه بره، لان الناس خدت على ان الصوت العالي والخروج على النص وبتاع الكلام، مش هي دي الرياضه اللي الناس بتنادي بيها في الخير. لمثل هذه الاراء الجريئه القويه والمواقف الثابته ولمثل الانجاز الغير مسبوق في مده المكوث وعدد مرات الفوز برئاسه الاتحاد الدولي لكره القدم، كره اليد لكره اليد. انا ليه اتلخبطت وقلت كره القدم؟ لان الكابتن حسن مصطفى كان صديقا لكل رؤساء الاتحادات الكبرى واولهم كان بلاتر. هو عنده كاريزما وشخصيه انه يبقى صاحب الناس اللي فوق قوي، يعني حتى لما هو استقبل من رئيس تونس علي زين العابدين لما ادالهم بطوله العالم عندهم، انا بقول لك الراجل ده دائما كان يطمح في الصعب ومصدق نفسه وكان يحقق وينجح ويكمل. ما هو انت ممكن تنجح مره لكن الاستمرار هو ده معناه ايه؟ قناعه الوسط الرياضي الدولي والعالمي بهذا الرجل. هو ما تعرضش لمنافسات؟ اتعرض لمنافسات، ودائما عند ازمات الرياضه المصريه كان يستدعى واحد من اهم اعضاء اللجنه الثلاثيه اللي كانت معنيه بالخروج بالمشهد الرياضي خلال الازمات في السنوات الأخيرة. تكريمه النهاردة تكريم له معنى، سيبك من الدرع وسيبك من الكلام المتحف، لكن أن يعطى الرئاسة الشرفية للجنة الأولمبية المصرية أعلى جهة رياضية في أي بلد مدى الحياة، هذا هو التقدير. و ده طبعا ده هشام، كابتن هشام نصر رئيس الاتحاد مصر لكرة اليد، واحنا هنستضيف بطولة العالم لكرة اليد. فطبعا التكريم صادف اهله، مبروك للكابتن حسن. ونتوقف عن الكلام اللي بيقوله كلام الكابتن الدكتور حسن مصطفى، تحذيره الشديد جدا من الخروج عن الروح الرياضية. قال كلام مهم جدا، اللي يخرج عن الروح الرياضية وادابها وقيمها وتقاليدها يجب بتره.